موبايل اللي موجود مع الناس، صبح على مصر بجنيه. احنا بنتكلم كتير. صبح على حفتر بجنيه، النسخة الليبية، فالعسكر تشابهت قلوبهم، يستنسخ بعضه بعضه، وبصوت مسموع إعلام رجل الرجمة يتكتك، وعلى المواطن ومؤسسات الدولة الإذعان مرغمين. كحلقة يعني يدور المواطن بجانب، يدور الهيئة بجانب، لكن إن حتمت الأمور هنا حيكون استعمال القوة لفرض التعبئة العامة. ونركز تركيزا كبيرا على إنجاح الفكرة، على تطبيقها زي ما ذكرت الأستاذة، تطبيقها بكثير من الحزم، مش بشيء من الحزم، بكثير من الحزم. عندنا حتى المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة بما فيها الشركات والجامعات والمدارس وما في حكم ذلك، حتى المحلات التجارية، العامة والخاصة تدخل في اختصاص، يعني الموضوع كل الدولة. أكثر من نصف العام هو حصد الانكسار على أسوار العاصمة الحاضنة للمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي. وما أدراك ما خزائن المركزي؟ هدف حفتر الخفي وراء عملياته العسكرية. صغيرين، يقول النخبوي، وبكثير من الحزم على الجميع الالتزام رغم أنوفهم إحياء لقانون التعبئة العامة. في هذه الظروف الحالية فكرت القيادة بقيادة القائد العام لازم من استخدام قانون التعبئة. والتعبئة العامة هي وضع جميع مواد الدولة البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفق لمقتضيات مصلحة البلاد الحالية. نعم. ويجب أن تضع كل الاتصالات والمواصلات تحت قيادة القوات المسلحة، إخضاع المصانع والمعامل وأي مرافق إنتاجية أو خدمية تحددها هيئة التعبئة والقيادة العامة، وذلك لوضعها تحت الإشراف هذه الإدارات الإنتاجية والتشغيل بالكامل. تدفقات مالية تعد بمثابة حجر الزاوية لزيادة عدد مقاتليه، وتضمن تدفق السلاح ومزيدا من صفقات شراء المقاتلين الروس والجنجويد والفرنسيين. فالتكلفة باهظة، وخزائن مركزي بنغازي قد أتى ابنه صدام على كل ما فيها، مسجلا أكبر عملية سطو مصرفي في التاريخ، وبشهادة تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن. ويردف التقرير أن الإمارات أوقفت إمدادها المالي لحفتر مخافة أن يسيء استخدامه. وقد أحبطت دوريات الاتحاد الأوروبي لعملية صوفيا عملياته لتهريب النفط. إخفاق عسكري وخناق مالي، وعلى خطى العسكر جاءت الأوامر. صبح على المرتزقة بجنيه، تجبى من التاجر والمزارع والطالب والفنان، وداعمة تغنت أم كلثوم يوما أهي غلطة وللصبر حدود. إنما للصبر حدود، للصبر حدود.